دعاؤه عليه السلام في طلب الستر والوقاية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وأفرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تسمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما اجترحت ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلم على عيون الملأ خبري أخف عنهم ما يكون نشره علي عارا واطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا شرف درجتي برضوانك وأكمل كرامتي بغفرانك وانضمني في أصحاب اليمين ووجهني في مسالك الآمنين واجعلني في فوج الفائزين واعمر بي مجالس الصالحين آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.